خلينا نشوف أشهر 100 جملة في السينما المصرية ونشوف كام واحدة منهم تقريبا أو نسبة كام إحنا بنستخدمها في حياتنا مع أولادنا وقرايبنا وفي الشغل وبره الشغل وفي الشارع وفي البيت. خلينا نشوف أشهر 100 جملة ونفتكر كل الأعمال دي. شجره البنت زي عود الكبريت ما يولعش الا مره واحده. الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. ده انا جنب منك ابقى ميرلين مورنو. يا بيه الحاجات اللي انت طالبها دي عيب وحرام. اهلا يا قطه. بوز كسبتك يدل على انوثه طاغيه. كده برضه سونا يا خاي. بضاعه اتلفها الهوى. ده انا كنت بحب صندل في مصر. يا فضايح الدبده السايحه، يا براميل القشطه النايحه. اروح اتحزن واجيلي. حدي لشغل حاجه؟ انت داخل في عقلك انك تعرف تضحك على زكي بشكها؟ رجول ادب مش هز كتاب. روح يا شيخ الله يعمر بيتك. الدواء فيه سم قاتل. الدواء فيه سم قاتل. احمد! مرة! تشرب شاي بالياسمين؟ خليك فرش، ده احنا فرحنا يا ست الكل. يا ولد الشغل من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون. احنا فيش زمن للمسخ. دي مصر يا علاء. مصر هتفضل غالية عليا. ما الدنيا إلا مسرح مكبر. أشهر 100 جملة. أنا عارفة إنه أي حد بيتفرج هيفتكر مواقف كتيرة في حياته استخدم فيها الجمل دي أو الإفيهات دي، إنما كمان ممكن يفتكر جمل تانية ممكن ما تكونش جت في التجميعة دي. محمد أبو سليمان مخرج ومهتم وعاشق بالفنون، عاشق للفنون الدرامية سواء سينما أو تلفزيون. فهمت إن هو كان مهندس بالأساس وبعد كده بيشتغل مع شركات دولية في مشاريع كتيرة، إنما عشقه للفنون وللتمثيل وللدراما وللكتابة بيحطه في صفحته السينماتولوجي. إذا كان عندك أي إضافات تضيفها لمحمد أبو سليمان كإفيهات أو جمل مشهورة فاتت عليه ممكن تبعت لنا على صفحتنا أو على صفحته عشان يبقى الحصر كامل مكمل من بداية السينما لحد اللحظة دي.